قبل ما نروح لنهاية صباحنا لليوم، خلونا نروح لموضوع جدا مهم ونضوي عليه، وهو إدمان الحالات التجميلية أو العمليات التجميلية. قديه ليلى اليوم نشوف صارت ترند، صارت القصة تقليد وأوفرا. يعني رب العالمين عطانا الخلقة الكاملة، ولكن مو غلط اليوم نحن نروح لبعض الرتوش وقت نحن بيكون بحاجتها، ولكن أنه تكون يعني شغلتنا أنه بس نحن اليوم بدنا ننحط، بدنا نعمل مثل فلانة، بدنا نساوي وجهنا مثل الممثلة فلانة، هذا صار دخل راح من الحاجة الضرورية ودخل بمرحلة الإدمان اللي له تأثيرات نفسية جدا سلبية. تماما يا رشا، مثل ما ذكرتي يمكن هدول الأشخاص أو دائما منقول يمكن في حاجة أحيانا جمالية، شيء معين ممكن شخص بحاجته فعلا ممكن أنه يعمله، لكن في أشخاص فعلا عم بتأدمن هذا الشيء، حتى عم بيروحوا لنحت الجسم بالكامل مو بس الوجه، الفلاتر. يمكن وسائل التواصل الاجتماعي خلت هذا الشيء ينتشر بطريقة أكبر. اليوم بنشوف قصص أنه عم يروحوا لعند الطبيب بدي مثل هاي الصورة، أنا بدي مثل هذا الفلتر، فأنه في منهم عم يروحوا لتشوهات وأيضا عم يتعرضوا لقصص كتير نفسية. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، باتريسيا هاغوب كورنيليان، اختصاصية اجتماعية ونفسية. يسعد صباحك. يا هلا، صباح الخير باتريسيا. شو عن اللون الأخضر الحلو؟ بدي قلدك حبيبتي. بس هذا مو ادمان، بيعطي طاقه ايجابيه. بيعطي طاقه ايجابيه، قلت هيك نعطي طاقه من الصبح، حاسه حالي شجره. صباحك طاقه ايجابيه. لا بالعكس، كثير حلو مثل ما قلتي، بيعطي طاقه هيك بمنظر مريح للعين. باتريسيا، مبدئيا وقت بنقول نحن بغض النظر عن موضوع الادمان التجميلي او الادمان بشكل عام، شو هو هذا الادمان؟ يعني خلينا نحكي هلا قبل عن التجميل. بدايةً قبل اختصاص الجراحة التجميلية كانت هي لحالات تشوهات ولادية خلينا نقول، أو نتيجة حروق وحوادث. هلأ صرنا قليلا نسمع أنه هيدا الاختصاص عم بيعالج هدول الحالات. كان مثلا خلينا نقول انه اللي مثلا مناخيره كثير كبيره، الادنيه هون مثلا لقدام، يعني في شيء معين فعلا الواحد بحاجته، متضايق من شكله، مأثر على نفسيته، عم بيعاني من تنمر. اوكي، جينا للليفل اللي بعده، اللي عم يكبروا بالعمر ما عم يتقبلوا التجاعيد، الترهلات. بلشنا بهيدا الموضوع كمان بتحسي انه طبيعي، ولكن اللي ما صار منطقي هو البنات اللي بعمر العشرين بعدين بموضوع الجراحه. إذا من عمر العشرين جراحة وفيلر وبوتوكس وهدول، ما بالك ليصيروا لمنتصف العمر يعني. فبالنسبة لي أنا ماني ضد أنه نحن نعمل رتوش إذا كتير مأثر على نفسيتنا الموضوع لشغلة، ولكن ما أنه تصير دوامة نحن ندخل بالعادة السلوك، ندخل من غرفة عمليات نطلع على الغرفة اللي بعدها. قضينا هيك هلا هاي الفترة. تماما، يعني أنه من الأنف للحناك للدقن للجسم صارت الخصر الخصر الارداف رفع المؤخره. ليه يعني صرنا متاثرين بدنا شكل مثالي؟ ترند صارت تماما. طب اليوم في كثير سيدات يمكن بيتعرضوا لتنمر، لاشياء يمكن بحياتهم، احيانا يمكن مرأة او صبيه، يمكن خطيبه، يمكن زوجه، انه انت عندك هذا الشيء، ممكن ينقدها هي في شيء معين، حاله معينه راحت لهذا الشيء، فاتت بهدول القصص. الفرق بين الظهور بالشكل المثالي وبين عمليات التجميل. هلا نحن قبل ما نقول الفرق بالظهور المثالي وعمليات التجميل، بس نضوي انه عمليات التجميل او إدمان عمليات التجميل هو سلوك إدماني وليس مثل باقي أنواع الإدمان. فصارت السيدة ما تقبل ترضى بحالة، لا، بس مشان نحن نضوي أنه مو أي وحدة عملت عملية فهي عندها إدمان عمليات التجميل. متى ما هي صارت تكرار عمليتين وثلاثة وأربعة، حقنت مرة زادت الحقن، بليز هذا هون مو مثل هذا هون، بدي زبط هون، متى ما بلشنا أنه بدنا هي نحن فتنا بدوامة التجميل. الظهور بالشكل المثالي صديقتي هو خانة مؤقتة خلينا نقول، إذا ما كان تجميلي. يعني بتلاقي أحيانا صبايا بروحوا على السوبر ماركت، الرموش، الشعر المعمول، يعني بتحسيها راحة على سهرة. هون نحن ميالين أكثر لاكتئاب مبطن. نحن هون ما عم نحكي عن إدمان، بجوز عندها أناقة، ممكن تكون أناقة إذا كانت مبالغ فيها، إنه بتحسي إنه هاي المخلوقة مو بالسوبر ماركت، يعني إنه كأنه عندها شيء مناسبة. بتكون متى ما مثلا تعالجت من الاكتئاب المبطن، لأنه الاكتئاب نوعين، المبطن بيخليك ما بدك تحسسي حدا إنه أنت عندك هيدا الحالة فبتظهر بشكل مبالغ، بينما الإدمان لعمليات التجميل هو نطلع من عملية ومنفوت بعملية.
طيب باتريسيا، اليوم انت ضويتي على نقطه كثير مهمه. خلينا نقول للامانه في صبايا يعني متعودين انه في الصبح تحط الميك اب تعمل شعره وتطلع، في اشخاص بيعملوا هيك البتله وبيطلعوا يعني كل واحد حسب طبيعته او نفسيته، ولكن وقت اللي عم نحكي نحن ادمان عمليات تجميل، اليوم في شق نفسي هون، في خلل نفسي خلينا نقول. هل اليوم عدم ثقة المرأة بنفسها، أو حتى اليوم الشباب صرنا عم نشوفهم عم يواكبوا هذا الترند، قد ايه اليوم الثقة مهمة أو عم تكون سبب أحد أسباب اليوم أنه دخول عمليات التجميل بشكل متكرر؟ هلا أول شيء السبب الرئيسي خلينا نقول هو التطور الهائل بمجال التجميل. يعني جديد أنا سمعت أنه حتى عم بيغيروا لون العيون. صح، يعني لوين وصلنا؟ يعني يا ربي التوبة أنه هون أنا ما بدي يدخل بشق ديني ولا هاي، ولكن نحن كتير صرنا عم نعارض حكمة الله أنه أنا لدرجة غير شكل عين لون عين ليه؟ فهون مو بس الشريك بيلعب دور، أكيد في عندي مجموعة عوامل. هلأ مثلا رح نذكر كتير عوامل وفي منهم بجوز نحن ما نكون ذاكرينهم، بجوز بالشخص الواحد يكون عنده عاملين وثلاثة وأربعة، بجوز حالة واحدة من اللي رح نذكرهم. هلا الاسباب اللي بتخلي الواحد يدمن هذا الشيء، خلينا نقول التطور الهائل بالدرجه الاولى. نعم. الدرجه الثانيه في عندك السناب شات ووسائل التواصل اللي صرنا والسيلفي اللي عم بيخليك تشوفي التفاصيل بوشك اللي هي غلط، المنخار كبير، بعض التجاعيد، خليني اعمل كذا، صورنا سناب شات لقيت حالي بالفلتر احلى. انا قادره بكم ابره وبكم اجراء عم بقدر اطلع مثل الفلتر بشكل لا دائم. بعد الابر وهيك عم نرجع نعمل فلتر تمام ما بتزبط قولي انا لا الحمد لله ما تعودت على الفلتر. وبتطلعي من بعدها في عنا التنمر من احنا وصغار بالمدرسه انه مثلا منخارك مثل طفايات الشمع او مثلا اذنيك مثل صحون الديش او ما بعرف شو، يعني في تنمر هون، في دور خلينا نقول نحن صارت بس نلحق لقدام. دائما انا بعطي المشكله وبحاول بعطي بعض الحلول انه يكون في بالمدارس تفعيل دور الاخصائيين النفسيين. التنمر هو ما انه موضوع صارت مطروق الاولاد عم بتمل منه لانه عم يطرحوه بشكل خطا، لا نحن بدنا نحكي عن موضوع التنمر، نشرح انه انا بدي اقبل جسمي، بدي اقبل حالي، انا بدي اطور عقلي، بدي اطور افكاري. نعم. ما بدي اطور بشكلي. فينا اغاني مثلا ينعمل اغاني بيدعم البرنامج اللي بدهم يعملوه الاخصائيين للاطفال انه يحبوا جسمهم، يحبوا حالهم كيف من كان. انا بدي اتقبل الاخر كيف من كان وبدي اقبل حالي كيف من كان. كمان هذا الاغاني كثير بتاثر على الاولاد، انا متى ما انشا صح هو بكفي صح، بس وقت اللي في تنمر على الولد اول ما كبر مثلا صار هو قادر انه يعمل اي اجراء يقدر يغير بحاله. في كبت لانه كان من طفوله واليوم الطرح متاحه صارت انه اسهل بكثير. في عندك طبيعه الشخص بتلعب دور، احيانا قاعد ببيئه مرفهه مدلله، بتجي البنت مثلا انه بدي اعمل هي بابي بدي اعمل هي، اي انه ما بروح اعملي اللي بدك اياه، انه تكوني نفسيتك مرتاحه وانت مرتاحه. يعني في عندك تربه خصبه بتاهل الحاله اللي عندك اياها بتزيدها. بجوز مثلا في صبايا في عندهم بعض الخلافات مع شريكهم، بتقول انه انا اذا زبطت بشكلي بتتحسن العلاقه. اكيد ما رح توصل للنتيجه لانه هو تفكير خاطئ. يا برايي انه بتقدر تجذب شريكه بشكلها بتطلع بس كمان اليوم الشباب عم يركضوا ورا الامراه الستايل، خلينا نقول يعني الستايل هي فيها تعمله. انا برايي الشخصي انا برايي الشخصي فيها تعمله بتغير بلون شعرها، اشياء مكياج، بأناقتها الخارجيه، بس مو انه بيجي راحه. والشريك عم بيلعب دور بانه هلا انت مره وهي اللي على التلفزيون مره، انا بحكي الحالات اللي بتجي لعندي، عرفتي كيف؟ انه فايتين بمود اكتئاب انه هلا هي مره وانت مره. طب ما هون الى طبيعه، طيب ريحها بتصير مره يعني اعطيها مصاري بتصير مره. اكثر اسباب الادمان في عندك هوس لجذب الانتباه مثلا، بيحبوا يفوتوا على محل شو عامله هون اليوم شو عامله، بس انه يبدا تكون المحور. الرفقات بيصيروا بيسحبوا بعض انه هي لساتك لهلا ما عملتي، انه لا لازم تعملي، او مثلا خلينا نقول غيره انه جارتي عملت، قرايبتي عملت، بدي اعمل. رغبه بتقليد المشاهير كمان هي حاله تماما. حتى في حاله شفتها من فتره لشخصيه او لسيده ببلد ما، اليوم هي من زوجها بيحب القطط بشكل مبالغ فيه. صح. فهي حولت شكلها لشكل قطه لحتى ترضي زوجها. فهي الحالات يمكن اكثر من حاله شفناها اليوم، انه قديش هذا الشيء عم بياثر. اليوم انا من كرمال
الشريك ممكن اعمل اي شيء بحالي، هذا هون من العوامل النفسيه. ما عندها ثقه بنفسها ولا عندها ثقه بمؤهلاتها. هي مترباية على الشكل من نحن وصغار، جيلنا نحن اللعبه الاساسيه تبعيتنا هي كانت الباربي. صح. شوفي هو الخطه قديش قديمه بتحويل افكارنا. كانت الباربي عيونها الملونه، شعرها الطويل، الاشقار، الجسم كامل المنحوت. لاحظي انه هلا اللي عم يوصلوا لهم انه هي بدها تكون باربي. ايام مامياتنا كانت دميه بما معنى تحمله الكلمه بين معنى دميه، كانت لعبه عاديه انه هي البنات اللي يلعبوا فيها. صار يبعث لنا شغلات انه صارت الصوره العامه عنا الباربي انه انا بدي اكون مثلها. صار هذا المثال تبعي، هيدا الايدل تبعي. عم نكبر ووسائل التواصل ساعدت والتكنولوجيا ساعدت والجراحه ساعدت. مثلا في عندك اسباب مثلا بتخلي بعض السيدات يفوتوا بدوامه الادمان اللي هن الصبايا اللي عم بيشتغلوا بالاعلانات على النت، انه لتعمل دعايه لهيدا المركز مثلا تعي بنعمل لك مجانا بنعمل لك كذا، انه لقيت القصه مجانا وعم تواكب الموضه فلقيت حالها تلقائيا بهي الدوامه وفاتت بهدول القصص. في صبايا مثلا رفضوا بمرحله المراهقه مرافقين تركون الشريك، انه لا انا بدي زبط حالي لحتى يندم، بدي اهرب. برافو عليكي. تماما. فانه كمان هي انا عم بعطيكي مثال في احتمال يكونوا كلهم بيلعبوا دور. في عندك المسنين احيانا مع التقدم بالعمر بيرفضوا التجاعيد. يعني انا هون بحس انه هون مبلوعه مقبوله القصه، ولكن اكثر من هيك بعمر العشرين 30 40 انا بلاقي لسه بكير. في عندك الاضطرابات تشوه الجسم، يعني هون شو ما عمل الانسان لحتى يقنع اللي عنده هيدا الاضطراب انه انت ما عندك شيء ما بيقتنع. هيدا اضطراب نفسي وهذا بده دواء، بده تداخل دوائي، لانه هون صار في عندك حاله من الاو سي دي، وسواس قهري، انه انا فيني شيء ما انه ظابط، لا انا بدي ظبط المنخار، بدي ظبط الادنين، بدي ظبط صدري، بدي ظبط جسمي، خصري. وهن قد ما حاولتي تقنعيهم انه انت ما باك شيء هن لا عم بيشوفوا. منهم بيلجأوا لطبيب آخر إذا رفض الطبيب يشتغل لهم هذا الشيء. مو بس الطبيب صديقتي، لا حتى إذا أنا وياك رفقات، تنفرض أنا مصابة بهيدا الاضطراب، قد ما حاولتوا تقنعوني إنه لا منخارك ما فيه شيء، إنه شو في غيرك، كيف أنا ما بكون عم بقدر بسمعك، أنا شايفة صورة. في قناعة لأنه في اضطراب معين، عرفتي؟ صحيح. ديسموفوروبيا. فهذا هو اللي عم بيخلي الانسان من دوامه بيفوت بحاله بيطلع بحاله، بدي زبط هون زبط هون. طيب. وهذا حصرا اذا لم يعالج بده تداخل دوائي. طيب باتريسيا، يعني معظم العوامل اللي ذكرتيها اذا هيك رجعنا بنلاقي انه هي منشأة نفسي يعني عند الشخص. تماما. واليوم كرمال نحن نعالج ونواجه هي المشاكل بحاجه لتقنيات، يعني شو اهم الخطوات المفروض نحن نتبعها او الشخص اللي بيشعر بحاله انه عنده هي الحاله؟ هلا هون اول شيء اهل الاختصاص بدك ترجعي لهم، بس انت ما بدك، انا اكون عم حاكيكي على ارض الواقع، ما عم حاكيكي كلام بس مجرد نحن عم نطرح موضوع. بدك صاحب العلاقه يحس بمشكلته، متى ما هو حس بمشكلته واعترف بوجود مشكله عنده، هون صار في عندي بسهوله كل شيء بقى بيصير. يعني انا يجي لعندي حدا حاله معينه ما عم بيعترف بوجود مشكله، انا مستحيل كونسلت واطلب نفسي مستحيل يقدروا يعالجوا. بده اول شيء بالبدايه هو يحس بوجود مشكله. فينا نحن لحتى هيدا الشخص ما يوصل لهي المرحله بالطفوله، التربيه، الاهل، اهم شيء الاهل يزرعوا الثقه بنفس اولادهم. تجوزت الست او صار في عندها شريك، الشريك يزرع الثقه فيها، بينما انه نحن قاعدين عم كلمه مزح من هون وكلمه تنمر من هون عم بتوصل الشخص لهي المرحله. يبني الانسان ثقافه داخليه، يبني الانسان انا شو بقدر اقدم لقدام لمجتمعي، لعائلتي، لبلدي، لاسمي، انا عم بعمل اسم وليس الشكل. الشكل بشكل او باخر ما رح نضلنا على ما نحن عليه. فالكمال لله يعني اكيد. فانه قد ما حاولنا نغير بشكلنا نحن مستحيل نضلنا على هي الحاله، فنحن كرمالنا عم نعمل مشاكل. فينا نقول، خلينا نقول الاضرار هي انه انا عم بقدر بتحمل وجع بس لحتى اوصل للشكل اللي بدي اياه. واحيانا ما عم يوصلوا للاسف، احيانا عم بيصير في تشوهات، يعني هذا الشيء ما عم يزبط. اليوم برايك دور طبيب التجميل بهذا الشيء قديش له دور؟ لانه في كثير صبايا بيقولوا انا كان بدي اعمل شيء بسيط بس الدكتور نصحني قنعني بهي الشغلات واضطريت، هي يمكن ما تكون راضيه عن هي النتيجه او صار في تشوه ما عندها او شيء هي ما حبته. دور الطبيب قديش مهم بهي الحاله؟ هو الدور الاساسي. انا مني عم بحارب الاطباء نهائيا، ولكن أكيد. في كثير اطباء
الاطباء خلينا نقول مشكورين لامانتهم العلميه اللي هن بيقولوا لك انت مانك بحاجه ما بيقبلوا، بس في غيرك انت ما فيك تحصري هذا الشيء، هو شيء عالمي، بتروحي لعند حدا تاني بيعمل لك اياها. فالطبيب هو بالدرجه الاولى يفترض يعرض حالات التشوه اللي ممكن تصير، حالات العطب اللي ممكن تصير، احيانا اختلاط بقلب العمليه، ما دخل خطا طبي، يعني احيانا خطا طبي بيصير، احيانا اختلاط، احيانا طبيعه الجسم بتعمل ندوب ترفض، احيانا بترفض. فالطبيب يفترض هو يكون في له دور بهذا الشيء، او الدور الاساسي له انه هو يورجي السيده بس اجت لعنده يورجيها انه في احتمالات انت وين توصلي بهيدي الحاله، ولكن في فينا نحن نواجه تقنيات، نواجه هيدا الشيء شوي، نحن مثلا نعمل بانويات اعلانات بدل ما يكون اعلانات لانه مركز فلان عامل خصومات، لا نحن نعرض الحالات المشوهه تماما. برامج توعيه، هي اعطيتكم موضوع جديد برامج توعيه فقط ضرورية. يكون انه بس يعرض الطبيب الحالات اللي الناس تشوهت نتيجه هدول العمليات. احيانا عم بتصير في حالات وفيات، يعني مو بس عطب، وخاصة بالعمليات اللي عم تروح لقص المعدة او هدول القصص. هون صديقتي ما نو تجميلي، ما انت راح حتروحي للهدف التجميلي بالمناحي. لا هون في احنك عندك احيانا بيكون الهدف تبعه مثلا عم بيأثر على الركب، الوزن عم بيأثر على اضطرابات كسكري كشيء، فهو ممكن. بس احنا شائع اكثر باتريسيا، بتحسي انه انا نزل وزني ما بعد ما قصيت معدتي. اليوم هيك بالختام نصائح خلينا نقول لكل حدا اليوم بحس حاله انه هو رايح بطريق الادمان بموضوع عمليات التجميل، شو بتحبي تقولي لهم؟ النصائح انه نحن نركز على المضمون، الشكل سيتغير، سيتغير لا محاله. يعني بالعكس نحن نحب كل مرحله عم نعيشها، صحيح، ويكون تركيزنا على انا شو بدي اعمل بعد عمر طويل. اي شخص بده يموت يكون تارك بصمه بمجال عمله، هي الاهم من تماماً. الشكل، الشكل ما راح بده يتغير بكل الاحوال، ولكن العمل والاسم اللي هو عم بيحققه لبلده، لعائلته، لحاله، لاي حدا عم بيفيده بكل مجال وعم يشتغل فيه، هيدا هو الاهم. والقناعة أهم شيء. قناعة، أنا بدي أحب حالي مثل ما أنا، بدي أتقبل حالي أنا، ما بيهمني رأي الآخر. أكيد باتريسا، بالنهاية يعني اليوم نتمنى يكون في ثورة جديدة للتجميل الداخلي، يمكن نحن بحاجتها أكثر من حلوة. الخارجي. شكرا باتريسا، صباحك جمال وطبيعة حلوة. خلي لي إياك يا حبيبتي، صبايا. شكرا لك، بقية نهار حلو لك باتريسا. ميرسي لكم، يعطيكم ألف عافية.